اولا الساعه علاش انا نفرض الكاميرا على التلام ده لخاطر احنا التجربه بتاعنا فريده من نوعها، معناها الصغير يراني راه نتفاعل انا وياه. احنا اخترنا كمنصه انا ما نقريوش بالتابليت جرافيك، وهذه سيتي تان تشالنج، معناها هذا الشيء اللي ما كانش سهل، معناها نقريو بكاميرا بروفيسيونيل بوانتي على التابلو، انا واقف على السبوره، التلميذ يراني واقف على السبوره اون ديغي في القسم وهو في داره، البو لا يهز لا يجيب، معناها راه واضح بالقدير راه اللي قديم اسم تاع وجهه. دونك هذا يخول لي اني نعيش تجربه تعليميه ريال وهو في الفيرتوال تو فوا، وهذا يخليني اقرب للتلميذ ويخلي التلميذ اقرب لي، معناها ما يضيعش معناها معايا، معناها كاني اون كلاس معاه. ثلاثة أشهر أسيف، إشكو من الأحسن أني نقرأ فيهم وإلا نرتاح فيهم؟ السؤال هذا باش يجاوبنا عليه إزر، أهلا بيك إزر. صفا مرتضى، شحوالك؟ الحمد لله، شنحوال المات؟ مريحين توا خويا، نرجعوا في قوة إحنا إن شاء الله كي نكتب. السيف، السيف اللي التلامذة الكل تبدأ تستنى فيه باش ترتاح، باش تولي تقوم مخر، باش تولي تقعد وتخرج وتلعب وكيما تحب هي. إشكو ترى أنت اللي السيف موسم مجعول للبرودكتيفيتي وإلا تراه موسم بلوتو باش العباد ترتاح فيه؟ به النهار قديش فيه فينا الماء؟ حسبة النهار في 24 ساعة و 8 سوية نوم، الحسبة ذيك برجولية قد ما حاولت نتبعها أنا في حياتي ما قدرت ليش. عخطر ما فميش معنيها أهداف، معنيها ما عندكش أهداف مسبقة اللي تخليك أنت تبرمج سنو أوبجيكتيف. أي هدف باش تحققه في حياتك لازم تخطيط، دونك أوتوماتيكمو أنت اون فوا خططت بالصحيح باش تيفا اتاند لوبجيكتيف نتاعك، وان فوا ما وصلتلوش معناه التخطيط نتاعك فيه خلل، والا الانجاز نتاعك فما خلل في الانجاز، وهذا خطا يقع في برشا عباد، معناه بور نو با دير تلامذة حتى كبار، اسمه التسويف، معناها لا بروكراستيناسيون، انه غدوه تنعمل بعد غدوه كي نخلي حاجه في المحلول ما نعمل حتى شيء. رجوعا لسؤالك اللي هو موضوع الصيف، اون بو جواندغ لاغريابل لوتيل، نجم ما نخليش روحي معناها للخمول الذهني، نجم نعمل اكتيفيتي اوتر كو القرايه، نعمل شطرنج، الحياه ماهيش كان لعبه كاو، نجم نعمل ديفلوبمون كودينغ، نمشي نشوف معناها دو بون بوات، فما حتى اونلاين نجم نقرا على اليوتيوب بلاش، نعمل حاجه او موان تنفعني، نقرا كتب جيسي على خاطر ليت القرايه فينالمون تذكي، نتفرج على فيديوهات تنفعني، فما ما شاء الله دي بودكاست، مش معناها نعدي كان تيك توك بحر ولعب وجو وشيخات، فهمت؟ كيف تقعد كشهرين وكشهر ونص وانت ما تقراش فيهم جمله وكل شيء، من بعد هيك باش تعاود تريستارتي انت وباش تعاود تلقى مخك رزين. اسكو انت ترى انه ثلاثه اشهر هذوما من الافضل انه نرتاح فيهم كهو والا انه نرتاح في نفس الوقت نحاول هكا نخلي شوي وقت من نهاري كما قلت انت النهار فيها 24 ساعه اللي انا نتعلم فيهم سكيل جديده كسوا هارد ولا سوفت ولا ماد سكيل من غير لا تشعر جواب روحك، معناها انت وقت تقعد ثلاثة شهور ما تمس حتى شيء باش يصير لك خمول ذهني، باش تحس روحك مخك رزين. المخ ميوسكل علميا اثبت انه لو كان انت تسنسو بالخمول وبالقعد وبالنوم اوتوماتيكمون ماكش باش تلقاه وقت تستحق له، دونك فما بس كون ابل لي زاكتيفيتي اللي خدموا المخ واللي من خلالهم هما نجم نطور من مهاراتي واللي يعاونوني حتى باغ لا سويت حتى سور لو بلان بروفيسيونيل. انا راه حتى برشا صايرات تمشي تعمل ستاج في البنوك، تعمل ستاج في خدمه، دونك تي ال سي دو فيغ حاجه تنفعها وتتعلم منها وتطور منها روحها لا اكثر لا اقل، مش بالضروره نقراو في الصيف ماني مع او ضد تقول انت الدروس الصيفيه به. اللي عنده دي ديفيكولتي ولا عنده دي لاكون ولا ضعيف في اي ماده معينه لغه مثلا كيما الانجلي ولا الفرنسي، فيو اللي احنا كي نرجعوا نقراو ما عندناش الوقت باش نديرك، على خاطر احنا مطالبين نقراو البروغرام تاع لاني او فيغ اي مزور كون افونس مع الاستاذ، ما نجمش وقتها نديرك النقائص اللي عندي على خاطر عندي برشا ماتيريال. دونك الصيف هو سبحان الله فرصه، اذا التلميذ ضعيف في اي ماده كانت ينجم يدارك النقائص نتاعو بسهوله في الصيف، لكن لازم يكون فما درجة من الوعي منه ومن ولي باش أنه هو عنده الإرادة أنه يحسن من روحه. ما زاد فما مشكل كبير اللي كان تقعد بار اكزومبل عام كامل 12 شهر وانت تقرا وتخدم كل شيء، نتصور تنجم يصير لك حدث في المناج. بعد ذلك سامحني، شبينا نربطوا ديما القرايه بالستريس، كاين يعني نقرا بار اوبليغاسيون، برشا تلامذه قريتهم يعملوا جو كي يجيو يقراوا معناه، هو جاي يقرا في المات عندي يقول لي مسيو نحس روحي كاني ماني جاي نقرا في يوتيوب. علاش احنا ديما نربطوا القرايه بالستريس وكيني اون كورفي كيني حاجه رزينه؟ انا نذكر عندي زميل ليا في الفاكولتي دون لو طون كنا نقراو، اي يقول لي نعملوا ترحي شيك مع بعضنا نلعبوا شويه شطرنج، يقول لي انا مش نتفرهد بشويه مات. كيما تغذي
بطنك ديما نقولها انا كيما تغذي مخك باش ما يزن ربي سبحانه مش بالعقل كيما تغذيه شكل العقل هذاك باش تغذيه انت. الاكل هو غذاء البطن والغذاء نتاع العقل هو العلم. دونك اوتوماتيكمون انت عمرك شريت واحد ديما نقول انا مش ياكل يقول لك فديت انا توا اذا باش تجوعوا انت العقل باش يشتهي انه ياكل. نظروا فيه ليه اسكو انا ماني عندي 10 اسر انا نقرا فيهم في العام ما ساعه بركه لازم 10 ساعه في النهار قرايه علاش فديتو احنا معني من خلال باغيتو ورينا اللي اي شابيتر تنجم تسكروا في ساعتين في السيت وتقرا معنا مع مارتين لايف الحمد لله معناها ونجحنا مع التلامذة وكانت افيكاس على الاخر الميثود نتاعنا عمره ما كانت محريث واي ماده في الدنيا ناكد لك 100% اللي ماكش مطالب باش تتميز فيها انك تكون معناها محرث انك تمحرث هذه ديما نقول انا نمن اللي ذكي واللي يخدم شويه يجيب برشا وحكينا ديجا على باغيتو ونكون يوتيليز عالم تاع اقتصاد عاش في القرن 18 وفيديو ضربت على الاخر كنت تتذكر دونك عجبت العبيد الكل خاطر العبيد في قررت نفسها تعرف اللي هي ولا بوتيتر سي بلوتو ان بوزوان بالنسبه ليها اني تخدم شويه باش تجيب برشا الذكي واللي يخدم شويه يجيب برشا وننصح معناها المتابعين نتاعنا كي ما شافوش الفيديو تاع تاع باغيتو يمشيو يشوفوها باش يفهموا انا فاش قاعد نحكي توا. انا من اكثر العباد اللي تايد الكلام هذا، اما زاد ما نجموش ننكروا اللي السيستيم ادوكاتيف اللي قاعدين نقراو به، شوف قداش اقرا من ساعه في النهار من 8 الى 6 كل شيء، دونك تو الكونتيتي باش تكون موجوده. شو انا بالنسبه لي انا نحس اللي النوت هي مجرد مؤشر عدد، يفوت خفية انتيليجمون، تخدم المواد اللي بالحق لازمك تخدم وتخدم انتيليجمون بطريقه ذكيه باش تنقص على روحك ستريس والضغط. تخدم معناها لو مينيموم بوسيبل بور افوار لو ماكسيموم بوسيبل كوم ريزولتا وابري تو انت تقرا باش تكون روحك. المات سي ان ريزونمون، انت تقرا في المات باش تتعلم من خلاله هو انك تفكر انك تعمل الاختيار الصائب بار لا سويت بعد في حياتك تعرف تحسب لي بور لي كونتر. دونك اوتوماتيكمون المات انت ماكش باش تقرا غدو يستنى فيك في الخدمه، اما المات يخليك ان بون ميدسان تعمل لو بون دياغنوستيك بور نو با باسي ا كوتي دو لا بون سوليوشن، يخليك ان ديفلوبر زاد كيف كيف تفكر بالصحيح وتلقى لا بون سوليوشن في اقل وقت ممكن، يخليك زاد كيف كيف ان تري بون انجينيور. انت تقرا في هذوما بور سو ريسورسي باش تنمي الطاقه نتاعك في التفكير، التفكير شنو المنطقي والرياضي لا اكثر لا اقل. اسكو انت بريزونمون هذا تقول اللي انا استغلت 3 اشهر هذوكم كلهم نقرا فيهم ولا نتعلم فيهم ولا كونسيسور، والا تقول مثلا ناخذ بوز بار اكزومبل نتاع شهر ونص والباقي هو اللي نستغله باش نتعلم فيه. الطبيعه لا تقبل فراغ، قانون هذا خلق ربي في الدنيا. دونك انت وقت تعبي مخك بالحكايات الفارغه ريزو سوسيو جو سي با دونك اوتوماتيكمون شنو باش يصير بدرك ماكش تخلي بلاصه للاحتياج الفطري هذاك عبيته بالحكايه الفارغه. انت تنجم تشبع بالكوفريت بشكوت ولكن ما كليتش حاجه صحيه، كيف كيف المخ لازم غذاء صحي سينو تو فا ادر باش تدخل معناها في النايفتي في الحمق يولي غباء يولي بار عنده با مال دو كونسيكونس اللي هما يضروا بار لا سويت ويصنعك الرز اللي تحكيت عليه في الاول اكثر لا اقل. دونك اسكو انت عندك شوا انك تختار اسكو تعبيه بحاجه هيلثي ديزون ولا حاجه ان هيلثي. هو ربي سبحانه اعطانا مخ علاش باش نختاره؟ ما هو تعريف الانسان العاقل؟ هو الذي يميز بين الخبيث والطيب. ربي اعطاك سيغبو باش انت تختار به شنو الباهي لي وشنو الخايب لي. دونك انت سيد القرار في حياتك. بالاكسبيريونس نتاعك انت في كل شيء تويكا برك عندنا اكثر من 20 سنه خبره انت تقري في العباد وكل شيء. دونك اسكو شنو هما اهم سكيلز ولا اهم الحاجات اللي تراهم تنصح بهم التلامذة ولا ليزيتيديون ولا اي انسان في الصيف يبدا عنده وقت فراغ تنصحوا انه يتعلم؟ مهارة تعلم التعلم. هي أول مرة تسمع بها. اي سيلف ليرنينغ لازم الصغير سورتو مادام مازال عودو طري مازال جون مازال صغير مازال مخو يقبل يتعلم يعمل على روح وهذا اللي نخدموا عليه فينا المو احنا في متازه. دونك يقرا الكور ومن بعد يجيني نتفاعل انا وياه معناها يفهم الكور وحده من خلال فيديوهات. اليوم انا تعلمت قداش من مهاره وحدي نقرا نشري ديكور اون ليني كذا حتى من بلدان اخرى ونتفتح ونقرا ماركتينغ نقرا تسويق نقرا مونتاج نقرا برشا حاجات باش نجم نطور من روحي. ما عادش يكفي انك تكون مختص في دومين تو باش تنجح في حياتك، لكن الغدوه انا وليت انجينيور مطالب ان يكون عندي ان انجلي بارفي وقتها باش نتعلم الانجلي نولي نجري من فورماسيون لفورماسيون وسافوار نخلط ولا علاش مش من تو نكثر لي سيرتيف ونعدي ونقرا ونتعلم باش غدوه نكون انجينيور معبي طبيب معبي
سبحان الله حتى نسافر نلقى روحي حاضر. كيما تبني في بنيه ما تنجمش ديريكت تدخل فينيسيون، تحط السيس من بعد بشوي بشوي تبدا تبني من بعد تعمر من بعد نوصل فينيسيون. دونك الانسان باش يوصل في مرحله متقدمه من العمر يولي يخدم في فينيسيون وقتها، مش وقتها يبني في الباز تسخى تخو تاعك وقتها مش يلقى الوقت الكافي باش يتميز، على خاطر احنا في عصر يجري بينا برشا وي دونت هاف تايم تو ليرن سلولي ديما نقول، ما عادش عندنا الوقت باش نتعلموا ببطء. تلمون انت اليوم تتعلم اللونجاج دو بروغراماسيون كانك ديفلوبور، بعد 6 شهور يطلع لونجاج اخر جديد، تو دوا لو ميتريزي. هي فين هذا اذا انت ما ولاش عندك مهاره انك تتعلم وحدك؟ مش نقعد ديما نستنى في شكون انه يعلمني. انا كيفاش؟ المهم انا كيفاش تتعلم مني نتعلم؟ خاطر ساعات لو تدخل تحب انت تتعلم حاجه، مي تلمو فما برشا ريسورس، تلمو فما يعني برشا معلومات، كو انت اصلا الثنيه نتاعك ما تلقاهاش وحدك، لازم يكون معاك انكادرور والا لا. هاك جاوبت روحك معني ديما شاك فوا تي بوز لا كيسيون ما شاء الله عليك معني تجاوب. دونك اين فو لهنا دي كوتشينغ لازمنا اون فراب لي بون بورت بو امبورت الحاجه اللي نحب نتعلمها. دونك سوا سور اللي حتى سي با سي با توجور بيان، لو كان تنس وتلوج وتتعلم معني بالرسمي تو من الحاجات اللي زاد يتعلمهم الانسان اللي يتعلم وحده، اللي يتعلم يتعلم وحده انه يكون سامحوني في الكلمه معناها نقولوا نقوبه احنا حلوف مهف التلويج، معناها يتعلم يلوج يلقى كي تبدا حاجتك بحاجه ريت البوزوان هو اللي يولد الاراده. وقت تبدا تحب تتعلم حاجه تولي تلوج وتقرا وتقرا لهذا ولهذا 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 اذا عندك هذا بيان سور متسع من الوقت. يعني كان شيء اي انسان يلزم يتعلم وحده وهذيك اهم مهاره كل شيء. علاش فما ديليسي؟ علاش فما ديفاك؟ علاش فما حاجات؟ باش نفسر لك حاجة، لازم ديما منظومة تربوية تخلي الجميع يقرأ نفس القراية دون لو سونس ومعناها لتكافؤ الفرص أولا، وباش ننظموها الحكاية سينو تولي مهمشة، كل واحد يقرأ اللي حب عليه. دونك يفو تيتر زيد نوتي لا نوت اللي في دوسير دون لو سونس أو أنا اليوم جو دوا نوتي الميدسان اللي باش ياخذ الشهادة نتاع باش يولي دكتور في الطب جو دوا لو نوتي باش يكون متقن العمل نتاعو، سينو معناها أنا كان باش ما نوتيش العباد ونحطهم في منظومة وكورسوس تعليمي معين ما نجمش نضمن أنه يكون كومبيتون. دونك جو دوا لو نوتي، النوت هي مؤشر يخليني من خلاله هو نغربل ناخذ لي كومبيتون ونعطي فرصة اللي ماهوش كومبيتون باش يقرا أكثر باش يولي كومبيتون، معناها هي عادل هو النوسيون نتاع النوت. مي الخلل وين؟ في المونتاليتي وفي العقيده نتاعنا، احنا نقراو تو سامبلومون باش نجيبو النوت باش ننجحو مش نقراو باش نتعلمو. دونك لهنا نحكيو على مايند سيت، وقت تولي انت تقرا باش تتعلم ما عادش تلوج على النوت، باش تولي تقرا باغ بليزير باغ كيوريوزيتي على خاطر انت تحب تتقنك الحاجه هذيك تحب تتعلمها. فما صغيرات يوصل يتفرج في افلام بالانجلي يسمع اغاني بالانجلي في الحكايه وعامل جو، لا فيناليتي دو ليستوار انه تعلم الانجلي ولا يطير في الانجلي، كي يسافر اوتوماتيكمون ولا باش يعمل اونتروتيان باش يلقى روحه يطير في الانجلي باش ينجح في الاونتروتيان هذاك، خاطر قرا قرا بارامور بشغف. دونك انا ننصح لهنا انا نلوجوا على الشغف في اللي احنا نعملوا فيه، نحبوا اللي احنا نعملوا فيه ونصيب الاتقان. اش معناها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله في من عمل عملا واتقنه، النوت هي رزق من عند ربي. وقت تتقن العمل نتاعك تولي باهي، مثلا قريت المات بالكدا وعملت فيه مجهود دونك وليت باهي، دونك اوتوماتيكمون النوت باش تولي اون كونسيكونس لك العمل والمجهود اللي انت عملته. تنجم مره في القداش تشيرات ان دوفوار مره في الباركور نتاعك ولا مرتين باغ اكسيدون ماكش في فورم اصبحت بريد ولا جي دوفوار صعيب اون فوا، الباهي ديما باذن الله النوت باش تكون نتاعو باهي باذن الله فيو اللي هو يخدمه باهي في الماده هذيك. دونك احنا نحاولوا ديما اللي انا ننصح به ان نتقنوا العمل نتاعنا وباذن الله الرزق بيد الله، مش ربي عمره ما يظلم عبده، معناها خدمت وتعبت راه ربي باش يكتب لك معناها اون بون نوت ولا معناها رزق طيب في الدومين اللي انت تخدم فيه. وحتى لو كان ربي ما عطاكش وانت اتقنت راه اعرف انه مخبي لك الخير في بلاصه اخرى. ثم رود مات ثم طريق معين لازم نطبقوه خاطر حاطين دي زيكسبير ويعرفوا شنو، اما اللي يصنع الفرق ما بين توزع بيت تبعو الكورسوس هو بيدو هي سيلف ريلايبيليتي، هو انك تكون انت ديزون انديبوندون وتنجم تعمل على روحك واوتونوم المعلومه تنجم انت تاخوها حتى كان ما يعطيوهالكش. اكيد جدا، معناها يعني توا المعلومه الي بارتو، قبل انا في عصري انا وانا نقرا نبداو نلوجوا على السيريات وعلى الكتب وما نلقاهوش وما نعطيوش لبعضنا حتى السيريات، معناها اوني ترو ايكويست تربينا في المنظومه نتاع خبي وخبي. توا الانسان الايكويست ما عادش ينجح، توا لي وحتى لي غراند سوسيتي يعملوا تيم بيلدينغ باش يقربوا ليكيب لبعضها باش بالعاني يولي فما روح نتاع عمل جماعي. خاطر انا اليوم اذا ديفلوبور ما نجمش نعمل سيت وحدي كبير انورم يتقسم بارتاج ولازم تكون فما كومونيكاسيون او سان دو ليكيب، بدل الوقت تبدل. توا باش نجمو ننجزو لازم الانسان يكون معناه فريمون اوفير سور لوتر، و اون بلوس الحاجه المهمه اللي انا معناه
بالرسمي ونقول معناها كيفاش معناها وليداتنا ما همش شارقين به وما همش يقين به اللي هما يسون تاكسي انا فورماسيون. الشيء اللي احنا قبل ما كانش عندنا اليوم انا فورماسيون في جيبك تجبد التليفون اوليو باش تكونيكت على تيك توك ولا كذا وانت تقرا اي حاجه اي كلمه باللونجلي تلقاها عندك ديكسيونير عندك مترجم عندك اللي تحب عليه الكل فيزيك سيونس استرونومي اللي تحب تلقاه. دونك القوه فين في انك انت تغربل نعاود في النهار تعرف تستعمل عقلك باش تعرف باش تحسن الاختيار وتعرف تتعلم وحدك وتوصل المعلومه اللي انت حاجتك بها. بيه تويكا الكلام ذا ولا ليزيتيديون ولا اي انسان عنده وقت فراغ شنو هما السكيلز المهمين اللي انت تراه ينجم يتعلمهم في وقت الفراغ هذاك بيان سور يكون فاسيل معناها تتعلمهم سور انترنت ولا ما نتصورش فما صغير ما يعرفش شنو هما لي لاكول نتاعو ولا لي بوين فيبل نتاعو يحاول يديتكتي ان بوين فيبل ويخدم عليه مش بالضروره معناها انه يكثر لي زاكتيفيتي مثلا انا انجلي ولا جو سي با اي ماده ضعيفه نحاول ندرك فيها دونك نخصص لها وقت حتى شويه معناها قليل دائم خير من كثير زائل حتى نصيف ساعه كل يوم باذن الله باش نلقى روحي تحسن بالكدا. هذه الاولى. ثاني مهاره معناها نوصي عليها هي مهارات التواصل سوفت سكيلز هذوما ما تنجم تنميهم الا من خلال صغير معناها يحاول يتواصل لو ماكس بوسيبل مع اصدقائه في وسط معناها يكون طيب مثلا يعمل كودينغ ينجم يعمل جو سي با انا يشارك في العمل الجمعي تاع بيوت نون لوكراتيف ينجم زيد كيف كيف اونتر بونتيز يعمل ستاجيت ومن خلال التجارب اللي باش يخوضها هذه باش يزيد يكتشف ويعرف روحه اكثر. خاطر احنا للاسف الشديد صغيراتنا تلقاها مثلا نعرفش انا دوي في الالكتريسيتي والميكانيك ينجم يعمل باك تكنيك من بعد بار لاسويت حتى في الاورونتاسيون تاعو لكن ما يعرفش اللي هو به في الحاجه هذيك. يحاول انه يكتشف روحه شوف روحك به في الانفورماتيك اسكو به في الديفلوبمون ولا في الديزاين لو كان انت تصور تو اسي دو تو ريتروفي باش من بعد يسهل لك انك تعرف فيش قوي باش تنجم تخدم لي بوين فور نتاعك اكثر ايديكو تعمل لا بون اورونتاسيون. خاطر احنا فينا المو نقراو على شنو باش نتكونوا ايه باش نجمو نخدموا معنا ماشيين للحياه المهنيه فينا المو احنا قاعدين نتكونوا الهدف نتاعنا انا ننجحوا من بعد في الحياه المهنيه نتاعنا شيء باش يخلونا باش ننجحوا في حياتنا ككل. دونك اوتوماتيكمون الحياه التعليميه اللي عيشها صغير من الاعدادي الكوليج من المكتب حتى الكوليج الاعدادي حتى الليسي دونك اوتوماتيكمون هي مراحل باش تكونك باش تحضرك انك تعمل لو بون شوا من بعد كي تاخذ الباك نتاعك في لورينتاسيون خاطر هذاك هو شوا اللي باش تكمل فيه عمرك كامل معناها اوتون عاد من توا تبدا تخمم عليه وتخدم عليه باش تعمل لو بون شوا باش تخدم في حاجه تحبها فينا. كانت هذه حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، لا تنسوا تخليوا لنا في الكومنتات السوجي اللي تحبنا نحكيوا عليهم، إيه باي باي.